السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو تم رفع نتائج اعتراضات الثالث متوسط لمديرية تربية نينوى. فهذه مديرية تربية نينوى بس بقت نقص قائمة. احنا نزلنا قبل هذا الفيديو مديرية تربية نينوى لكن كان فيها نقص، وهسه هم بعد بها نقص بس قائمة واحدة. هذه الأسماء أمامكم، هاي يعني نزلتها بقناتي عتلي، هاي القائمة الأولى. القائمة الثانية قلت لكم بعد نقص قائمة، هذه وهذه القائمة الثالثة وهذه القائمة الأخيرة، هذه من نينوى. زين، نجي على هنا عندنا السليمانية، عندنا بس نتيجة واحدة أو ماكو نقص، بس هذه خلينا نشوف منو هذا الواحد. أحمد وليد علي حسن، الكيمياء 50 بدلا من 31، السليمانية نتيجة واحدة بس. نجي على أربيل، هذه الأسامي الأربيل، هذه واضحة، هاي يمكم الأسامي كلش واضحة. شوفوا هسه هاي الإنجليزي خلي له 22، من اعتراض صار 69، كل هاي بالثلاثين صعدوها. زين، هسه بقت هنا الكرخ الأولى، هذه الكرخ الأولى، هاي كلش واضحات الكرخ الأولى، هذن الأسامي. وهذه القائمة الأخيرة، هذه الأسامي. هذه هاي يعني قلنا الكرخ الأولى وأربيل والسليمانية ونينوى، وإن شاء الله التوفيق.